النهارده بكره باذن الله تعالى مصر كلها على موعد مع الحلم، مع الامل، مع التاهل الى نهائيات كاس العالم، الى التاهل الى نهائيات كاس العالم، واسعاد الشعب المصري العظيم باللعب في كاس العالم للمره الرابعه في تاريخه. تأهلنا زمان قوي في الثلاثينات 34، وتأهلنا 90، وتأهلنا 2018، وبإذن الرحمن منتخب مصر في المونديال، وكلنا رايحين إلى كأس العالم بإذن الله تعالى، وهنسعد باللعب في قطر في بطولة كأس العالم في نوفمبر المقبل. منتخب مصر عمل كل، كان الذكاء هنا من كارلوس كروش إنه عمل كل تدريباته هنا وعمل كل حاجاته هنا، ومرضاش ان هو يسافر ولا يعمل حاجه في السنغال. عمل النهارده بس فك كده عضلات والاستقرار على التشكيل، وهقول لكم في مفاجآت في التشكيل، لكن عاوز اقف عند وصايا مستر كارلوس كروش. كارلوس كروش النهارده في المؤتمر الصحفي عمل كده 10 تصريحات خطيره، 10 تصريحات في منتهى القوه، 10 تصريحات يقول لك ان الراجل ده مش رايح يهزر ولا رايح يضحك ولا رايح يعمل اي حاجه، ده رايح يتأهل بإذن الرحمن من قطر إن شاء الله، من السنغال إن شاء الله، من داكار، وللسفر إلى قطر بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. فبالتالي النهارده اوعى يصيبك اليأس أو الإحباط، اوعى تخاف من نجوم كبار وعظام، تحترمهم لكن تخاف منهم لا. شخصية الشخصية المصرية ما بتعرفش الخوف، ما بتعرفش الجبن، بتعرف البذل أقصى جهد لتحقيق الفوز، بتعرف الكفاح بشرف من أجل الفوز، بتعرف إنها بتسعى بكل طاقتها وبكل ما تملك إلى تحقيق أهدافها وطموحاتها. وبالتالي منتخب مصر النهارده اللي سافر إلى السنغال بالأمس وأساء الجمهور استقباله في المطار وتطاوله بالسب على أسطورة مصر وأسطورة ليفربول كابتن محمد صلاح، كل ده مش في الدماغ، كل ده مش ده. المهم الحلم، المهم 90 دقيقة اللي هنلعبهم بكرة إن شاء الله، السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات العربية الشقيقة. كارلوس كروش النهاردة وجه رسائل عنيفة، وجه 10 رسائل في منتهى القوة. قال لك أول حاجة الماتش الساعة 7 وهيتذاع على أون تايم سبورت. قال إن إحنا قادرون على تجاوز السنغال بإذن الله تعالى والتأهل إلى المونديال. قال مفيش حد بيقول هيلعب دفاع ولا هجومي، كل واحد بيلعب المباراة من أجل الفوز بهذه المباراة. وقال إن في احترام لمنتخب السنغال، لكننا نجحنا في إنهاء استعداد للسنغال في القاهرة بحيث المضايقات دي لن تؤثر علينا. قال ما عندناش أي مشاكل خالص، وأننا نثق أننا سنقدم مباراة جيدة بإذن الرحمن، وبإذن الله هنتأهل إن شاء الله. وقال لا نفكر هنلعب السنغال ولا كوت ديفوار ولا الكاميرون، احنا بنفكر ان احنا نلعب لعبنا، نلعب ادائنا، نجتهد في ادائنا. المباراه الساعه 7 ما حدش يفت ويقول 7:30، مباراه الساعه 7 احنا الساعه 7 وغانا ونيجيريا الساعه 7 والثلاث مباريات الاخرى الساعه 9:30، عشان بس ما حدش يفت ويغير في المواعيد، ما تغيروش في المواعيد. انت بقى عايش بره ما تلخبطش الناس اللي في مصر وتقول مباراه الساعه 8، ما تلخبطهمش. فقال ان احنا بنلعب امام انفسنا والاثبات قدرتنا على الفوز. وقال اذا انا شعرت ان انا مش هفوز في اي مباراه يبقى انا مش مدرب، يبقى انا استقيل، يبقى انا ما ينفعش ان انا ابقى مدرب لفرقه كبيره بحجم منتخب مصر ومع هذا الجيل من اللاعبين المايل. قال لا نفوز بالسحر، ولكننا نفوز بمجهود لاعبينا اللي بيبذلوا اقصى طاقه ممكنه بيتعاملوا بفنون وآليات كرة القدم. وقال إنه مقتنع إن طرفي النهائي مصر والسنغال كان يستحق التأهل إلى كأس العالم، ولكنها هي القرعة والأقدار، ولكنني أثق أن منتخب مصر سوف يتأهل بإذن الله إلى كأس العالم وبإذن الرحمن منتخب مصر في المونديال. وقال إن أنا أثق في فوز فريق بإذن الله بالأداء والجهد وبذل كرة وبذل كل ما هو غالي في هذه المباراة. كابتن مصطفى غربال الجزائري وحكم المباراة، الفار حكم طاقم كامل من ألمانيا، وده يديك إحساس بالأمان بإذن الرحمن في هذه المباراة المهمة والمصيرية للمنتخب الوطني. طيب كلام كتير عمال يتقال حوالين التشكيل، طبعا محدش يقدر يقول التشكيل 100%، لكن تقدر تتواصل مع ناس في 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 الجهاز الفني يقولوا لك الشكل عامل ازاي. كانت مفاجأة بالنسبة لي ان هم بيقولوا لي ان امام عاشور هو اقوى المرشحين للعب في مركز الظهير الايمن.
المركز اللي شفنا فيه عمر جابر وأدى مباراة طيبة في القاهرة. قلت لهم طب ما عمر جابر أدى مباراة طيبة في القاهرة. قال لك النهاردة إمام عاشور لعب على سادو ماني، ما كانش فورم أو في هذه المباراة، لكن إمام عاشور لعب معاه على النهائي بشكل كويس، وإمام عاشور أكثر مهارة من عمر جابر وأكثر تميزا من عمر جابر، وبالتالي في كلام وأكثر غتاتة وغلاسة بلغة الكورة من عمر جابر، فبالتالي يقدر يفرمل شوية سادو ماني اللي كل الآمال والطموحات عليه. اللي كل الامال والطموحات عليه ان هو يطلع محقق نتيجه ايجابيه في هذه المباراه. التشكيل اللي بيتكلموا في المركز الثاني اللي عليه قلق كبير جدا هو قلب الدفاع. عمال يقول لك يلعب رامي ربيعه بجوار ياسر ابراهيم حيث الانسجام القوي، ولا يلعب علي جبر حيث القوه في الاداء والمهاره وتميزه في ضربات الراس. ده بيتقال وده بيتقال. ايه اللي هيحصل الله اعلم، لكن مصدري في الجهاز الفني قال التشكيل هو الآتي. قال التشكيل الأقرب هو الآتي من وجهة نظر: محمد الشناوي، إمام عاشور، ياسر إبراهيم، علي جبر، فتوح، حمدي فتحي، السولية، النني، صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش. مستر كارلوس كيروش بيستمع للجهاز الفني وبيعمل اللي عاوزه في الآخر بدماغه. التشكيلة اللي فاتت كانت مفاجأة لكل الخبراء، عمر جابر وتريزيجيه، لكن الاثنين لعبوا واجادوا، فاحنا مع الراجل اللي يختاره احنا موافقين بيه. المهم في هذه المباراة هو التركيز الكامل في 90 دقيقة. الحلم على اعتاب يعني بقيله تاك، وبإذن الرحمن زي دلوقتي بكرة نكون كلنا فرحانين بإذن الله بإذن الله بإذن الله. انت محتاج ايه؟ انت نجحت خلال مباراتين، مباراة في الكاميرون ومباراة القاهرة، انك انت ما تخليهمش يسجلوا. مش مطلوب غير انك انت تنجح في ان هم ما تخليهمش يسجلوا. ده الانجاز الكبير جدا 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 لمنتخب مصر في مباراه الغرب، انك تنجح ان هم ما يسجلوش. عندك فار الماني، عندك حكم مصطفى غربال، كل ده بيديك احساس بالامان، احساس بالطمانينه، فبالتالي باذن الله باذن الله ربنا يوفق المنتخب المصري في هذه المباراه المهمه. وايا كان التشكيل وايا كان ال11 اللي هيلعبوا، ما هاجي انا اقول لك ده زيزو لو في الملعب هيفرق جامد جدا جدا جدا، مهاري وبيشوط وبيروح وبيسدد وحاجه وكده. واقول لك يا عم انت قرفتني اقسم بالله، اشرب باليمين دي اليمين. هقول لك تاني، الكاميرا بتقلب. كل واحد فاهم نفسه على الفيسبوك ان هو الشيخ الشعراوي، اشرب باليمين، اشرب مش عارف بايه. لحظه، بلوك يا بيه بعد اذنك، بلوك يا بيه، بلوك يا بيه. انا بقول انا جاي تعبان ومش عاوز اطلع اصلا، فانت هتقعد بقى تقول لي مش عارف ايه، انا مخنوق. صلى على النبي يا عم، صلى على النبي، صلى على النبي، صلى على النبي، استغفر الله العظيم. انا اسف يا جماعه، الناس مش فاهمه حاجه. الموبايل بيقلب اليمين يمين والشمال يمين، فاحنا وخلاص صدعنا من الموال ده والناس 9000 مره. كل واحد عرف تيمنه فان في اليمين بركه، تقول لك ايه اشرب باليمين يا عم، هي اليمين يا عم. طب افرض واحد اشول وبياكل ويشرب بالشمال، خلاص يا عم، ما خلاص يا عم. هو ده الحديث بس الوحيد اللي انت عارفه؟ اقسم بالله انت ما تعرف ناخد الوضوء يا عم. مش ناقصه والله، والله ما ناقصه. صلى على النبي كده واهدى، اهدى 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 كده.